اللي بدنا نكمشو هلا. اضغط على النجمة. كيف ربوعة؟ حبي يا جو حبي. ربوعة قلت لك أنا ما هديك الجمعة عندي الأحد مسرح المدينة الساعة 5 الحفل ببلش للستة. يعني الأحد بكرة؟ ايه شو فيك تأمن لي وشو البادجت لأبعت لك كل التفاصيل؟ أي ساعة حبيبي؟ مسرح المدينة يعني لازم يكونوا أربعة ليردوا محلاتون بنات ما بدي شباب أبدا. كم شخص بدك؟ بس ما عنا صور ممكن هات لشوف إذا بنلاقي الصور بكرة بجيب معي. بدي بنات من خمس إن الأربعة يكونوا أنا بطلع يمكن خمسة هي الحفل ساعة يعني لستة بنكون خالصين. يعني ببعت لك شي 50 70 80؟ لا كتير. 50 شخص؟ 50 منيح. 50 على 30 دولار منيح؟ شوف قد ايه بيطلعوا بعت لي انا على الواتساب لاحكي نادر ونظبط الموضوع، اوكي؟ انت يا بتمون شو نايم دخلك؟ ايه شوي بس قلت قبل ما انام انه نادر قال لي ما تخلص، قلت له انا هلا بحكي ما يحكيك انت. بكره 50 شخص، اي ساعة نادر بيحكيني، اي ساعة ببعث لك لهم بيكونوا عندك؟ هلا بعت لي اياهم وانا بخلي نادر يحكيك بكره الصبح ويأمن لك. شو هلا بعت يعني بعمل لك الاوردر هلا اي ساعة بكره؟ ما عم بقول لك الساعة 4 بدي يكونوا 4 4 ونص مسرح المدينة. خلص رح ابعث لك 50 بنت، ايه؟ ما بدك 10 شباب يهيصوا بيناتهم؟ بعت لي بس قدين بادجت قد ايه بيطلعوا؟ اجمعهم 1500. طيب خليني احكي مع نادر وبحكيك. ناطرك حبي يا جو. يلا على الواتساب. يلا يا قلبي والله.